على مدار الساعة. مساء الخير على كل مشاهدينا وتابعينا سي بي سي اكس في كل مكان، واهلا بحضراتكم معانا وحلقه جديده من البرنامج الرياضي اليومي اكسترا تايم. وزي ما تعودتوا علينا من خلال فتره قصيره جدا، اكسترا تايم بقى مع حضراتكم يوميا لمده ساعه على الهواء مباشره، معانا يوم الثلاثاء وايضا يوم الجمعه بنكون مع حضراتكم لمده نصف ساعه، بنستعرض اهم وابرز الاخبار وايضا بنحاول على قدر المستطاع ان احنا نفتح الملفات الساخنه على الساحه الكرويه المصريه على صعيد او على صعيد جميع الرياضات والالعاب. صفحه البرنامج زي ما تظهر امام حضراتكم على الفيسبوك هي اكسترا تايم، الصفحه الرسميه والرئيسيه، واللي دايما من خلالها بتلاقوا السؤال الحلقه اليومي وايضا بنقرا تعليقات حضراتكم. وسؤال حلقتنا النهارده متعلق بمنتخب مصر الاول، ومتعلق بالاخص بقياده منتخب مصر الاول وشاره القياده وشاره الكابتنه. عايز اعرف من حضراتكم مين الاقدر ان هو يقود او يكون قائد منتخب مصر خلال انطلاق تصفيات كاس العالم في ظل استبعاد حسام غالي. شايفين مين عنده الكاريزما او الشخصيه ان هو يقدر يكون قائد وكابتن منتخب مصر خلال الفتره القادمه؟ عايز اعرف اراء وتوقعات حضراتكم. خلوني في البدايه ارحب بضيفي الكريم، واحد من نجوم كره القدم المصريه وعمل كمدرب عام للمنتخب مصر الاول، وهو الان مدير قطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب ذئاب الجبل، وهو منصب هام للغايه وعمل فتره طويله جدا مع جنرال الكره المصريه كابتن محمود الجهري. خلوني ارحب بكابتن علاء نبيل. كابتن علاء تحياتي ومساء الخير. اهلا بيك يا كابتن فهد. اهلا بيك كابتن علاء. الله يخليك يا كابتن علاء. اسمح لي ان انا اقول بس بعض الاخبار السريعه قبل ما نخش بقى في احاديثنا الشيق. وبكره ان شاء الله منتخب مصر عنده لقائه الثاني الودي في ختام معسكره امام منتخب جنوب افريقيا في جوهانسبرغ، واللقاء سيقام في تمام الساعه 7 مساء، وبعثه منتخب مصر واللي موجوده هناك لاقت ترحيب كبير وشديد من قبل اتحاد جنوب افريقيا، وتم توجيه طلب للبعثه او المسؤول عن البعثه المصريه ان يكون في عده لقاءات اخرى سواء هنا في مصر او سواء مع المنتخبات الفئات السنيه المختلفه. وقام بول راسل المدير التنفيذي لاتحاد الكره في جنوب افريقيا بزياره مقر اقامه المنتخب الوطني في جوهانسبرغ، والتقى بالمهندس ايهاب لهيطه مدير المنتخب لمتابعه الترتيبات ومنح الفائز كاسا تذكاريه. طبعا تم الاتفاق يتقاسمه الفريقان في حاله التعادل لتكون المباراه احتفاليه تليق باسم المنتخبين. ومن جانبه وجه لهيطه الشكر لاتحاد جنوب افريقيا مع ابداء بعض الملحوظات لتفاديها، بينما طلب السيد بول راسل رد الزياره في عام 2017 للعب مع منتخب الوطني الاول وديا، كما طلب اقامه مباراه وديه بين منتخبي البلدين مواليد 97. وعلى فكره سواء مصر او جنوب افريقيا هيشاركوا في بطوله امم افريقيا للشباب واللي هتقام في زامبيا، ومصر حضراتكم عارفين انها صعدت لهذه البطوله بقياده المدير الفني كابتن معتمد جمال. واكيد هنسال كابتن علاء نبيل عن فرص هذا المنتخب. ايضا سريعا اقول لحضراتكم قائمه منتخب مصر قبل ما نعرف التشكيل المتوقع من كابتن علاء نبيل لهذا اللقاء، لقاء الغد، وهل هيكون مغاير للقاء غينيا واللي انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. اقول لحضراتكم سريعا القائمه كامله: عصام الحضري، احمد فتحي، احمد المحمدي، وليد سليمان، عبد الله السعيد، محمد عبد الشافي، احمد ديودار، ابراهيم صلاح، محمد النني، محمد صلاح، عمر جابر، احمد الشناوي، طارق حامد، احمد حسن كوكا، عمرو جمال، باسم مرسي، محمود حسن تريزيجيه، علي جبر، علي لطفي، ايمن اشرف، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، حماده طلبه، اسلام جمال، وحسام سلامه باولو، وسام مرسي اللاعب المنضم حديثا لمنتخب مصر. ودي كانت اخبارنا الهامه. على ما اعتقد فاضل خبر كمان. فاضل خبر ان العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم كان صرح وقال ان لقاء اي النادي الاهلي والاسماعيلي في الموسم القادم، اللقاءين سواء الذهاب او الاياب ستقام على ملعب برج العرب، وده طبعا تصريح لاقى طبعا ازعاج شديد جدا من قبل مسؤولي نادي الاسماعيلي وبالتاكيد من قبل مسؤولي النادي الاهلي، واللي اكدوا ان جميع لقاءات النادي الاهلي خلال الموسم القادم ستكون في القاهره، واخدوا وعد شفوي من قبل المسؤولين سواء في الاتحاد المصري لكره القدم او اتحاد او وزاره الداخليه ان جميع لقاءات النادي الاهلي العام القادم ستكون في القاهره. فهذا التصريح طبعا ازعج كلا الطرفين سواء نادي الاسماعيلي او النادي الاهلي.
طولت عليك يا كابتن علي. لا براحتك بالعكس، انا بسمع اخبار حلو منك. تحياتي ليك الاول. الله يخليك. وفي البدايه طبعا يعني ذكرى الرابعه لجنرال الكره المصريه كابتن محمود الجوهري، وخلينا نبتدي في حلقتنا بالموضوع ده، وانت يعني كنت كتف في كتف معاه خلال فتره طويله جدا، تحب تقول له ايه في ذكرى الرابعه؟ يعني طبعا الله يرحم كابتن جوهري ورحمه المسلمين كلهم، لكن طبعا مجيئي هنا عشان ابقى في ذكرى كابتن جوهري ده مؤشر او ده اكبر دليل على ان هذا الرجل رحمه الله كان اسطوره في عالم التدريب لكره القدم. الناس بعد وفاته لا تنسى هذا الرجل اللي قدم لمصر كتير، وقدم للكره المصريه كتير والكره العربيه، والناس بتتذكره بكل خير. فطبعا في هذه الايام طبعا بتبقى ذكرى صعبه على الواحد، لكن اعماله بتخلي الواحد سعيد، يعني بالرغم انها ذكرى حزينه ان الواحد سعيد ان هو الراجل ده انتج والراجل ده عمل والناس مش قادره تنسى عمله. فطبعا انا سعيد ان انا موجود معاك في هذا اليوم، وان شاء الله بقى في الحلقه نتكلم عن المواقف الجميله اللي احنا قضيناها مع بعض في سواء هنا او في الاردن او في على مجال المنتخبات كلها. كابتن علاء، يعني يمكن خليني اسالك على حاجه. اكيد اكيد اتعرض عليك انك تكون مدير فني لعدد العدد من الانديه المصريه، وربما يكون اتعرض عليك بره مصر، ولكن انت اخترت ترجع لبيتك، ترجع للمقاولون زي ابي الجبل، وتمسك قطاع مش سهل، قطاع الناشئين ده واحد من اصعب القطاعات. والمعروف في مصر لما يجي اي حد يكون عنده ابنه يقول لك معلش شوف لي حد في المقاولين، معلش شوف لي حد مثلا في انبي مع ذكر او حفظ بقيه طبعا الانديه، ولكن هم ثلاث اربع انديه على الصوابع يقول لك معلش شوف لي هنا او هنا او هنا. مهمه صعبه يا كابتن علاء. قوي قوي زي ما حضرتك تفضلت، اللي انا يعني حضرتك بتقول اتعرض عليا، واتعرض عليا من النادي كمان. بس برضه المسؤولين في النادي عندهم رؤيه كبيره، يعني قال لك هذا القطاع هو اللي بيفرغ للعيبه سواء الفريق الاول او على المستوى العالمي. وطبعا احتراف محمد صلاح والنني وطاهر محمد طاهر اللي هو لسه راح فرنسا من اسبوع برضو مدي ساوند كويس في على الوسط الكروي، يعني قطاع قوي من مش من فراغ. يعني من قبلي كان في عتاوله قعدوا على الكرسي اللي قاعد عليه حاليا، كان ليهم بصمه كبيره جدا في تطور هذا القطاع، وفي على مستوى الاداره او مستوى مديرين قطاع عملوا انجازات كبيره جدا في هذا القطاع. جت فتره حصل فيها دروب، لكن النادي سرعان ما تدارك الموقف وبدات الناس الحمد لله الامور ترجع لطبيعتها تاني. النهارده بنقابل حضرتك انت بتقول معلش معلش، ده انا بسمعها في اليوم لا يقل عن 300 مره. معلش انا عايز ابني يجي هنا، لو سمحت شوف لابني. في مفهوم كره القدم تغير بشكل كبير جدا على مستوى مصر. النهارده نوعين من اللاعبين، تمام، من الاهالي او نوعين من الاهالي. اهالي واخده ابنهم استثمار في كره القدم، ودي اقول لك بنسبه 75%. 25% ليفل تاني مخلي ابنه في كره القدم ينشغل بالتدريبات بالمباريات، يبعدوا عن المرحله السنيه الخطيره اللي ممكن شباب ينحرف فيها او 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 او. فانت النهارده في بتقابل خطين، لكن بنسبه 75% دي نسبه كبيره مش صغيره. انا بشوف حالات ناس اهالي يعني في ناس بتيجي عندي من دمياط كل يوم. دمياط انا عندي مثلا يقول لك لعب وما لعبش، عندي 12 سنه 13 سنه بيجوا لي من دمياط يوميا. عندي صغيرين، طب يعني والدتي بتقول لها طب يعني ايه اللي بيخليك تيجي دمياط؟ لا هي عايزاه يلعب كوره وممكن تدفع دم قلبها عشان يجي ويلعب ويستمر. فبتقابل افكار او عقليات اختلفت تماما. يعني انا اتذكر لما انا كنت مثلا في نادي الشمس، وانا اصلا في مصر الجديده في نادي الحجاز، بروح ماشي النادي، كنت بتحايل على والدي الله يرحمه عشان اروح تمرين واحد يوم الاربعاء عشان ماتش يوم الجمعه، اتحايل عليه واعمل كل البدع عشان اروح. النهارده بلاقي ولي الامر متواجد في النادي قبل اللاعب، ممكن الولد يطلع من مدرسته على النادي يلاقي والده موجود او والدته موجوده وجوه. لا لا في تغيير كبير. وبقى المشكله الكبرى بقى يا كابتن فايز اللي انت بتلاقي ايه وسط هذا التغيير الفكر، بتلاقي اغراءات غير طبيعيه. تاكيد
اغراءات على يعني عاليه، وغير الاغراءات بتلاقي ولي الامر او المسؤول عن الطفل قاعد بيتكلم في المدرب النهارده مرنه 60 دقيقه منهم 20 دقيقه بوش رجله الخارجي و50 دقيقه مش عارف ايه، بتقعد تسمع قاعد ابص له كده يعني مره بس ينزل مره مره قعدت طلع لي قاعد شرح لي التمرين، قاعد انا كنت رايق شويه يعني، فقعدت استمع ليه يعني. في الاخر قلت له حضرتك شغال ايه؟ قال لي مهن حره يعني. قلت له طب يعني يعني ايه مهن؟ قال لي في الملابس. قلت له يعني ترزي؟ في الاخر قلت له يعني ترزي؟ قال لي اه. قلت له طب حضرتك يعني هل ممكن انا اجي اقول لك موديل الفستان ده تعمله كذا وكذا وكذا وكذا؟ فانت بتقابل بقى ايه؟ صح. حاجات كتيره جدا يعني. ف انا عندي 17 فرقه. عندي 17 فرقة. 17 فرقة. 17 فرقة باجهزتهم الفنية بي بي بي. فهو مشروع جميل. وبعدين برضو فاز عايز اقول حاجة. هو اللي ما بيشتغلش فريق اول يعتبر خلاص مدرب فاشل او ما بيشتغلش. هي ده المفهوم اللي وصل لجول المدربين. بالعكس الناشئين اصعب يا كابتن. لا انا 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 يعني انا مررت منتخبات وبجميع المراحل السنيه ناشئين شباب اولمبي منتخب اول في مصر او بره مصر. فريق اول دربت سواء في مصر او بره مصر. طب النهارده انا في مهمه معينه مهمه انا شايف اللي هي من المهمه الاخطر والاقوى في كره القدم. النهارده معظم المدربين كل انظارهم على الفريق الاول وحصلت تنازلات كتيره جدا على مستوى الاجهزه الفنيه وجعلت الادارات تتحكم في من تختاره للفريق الاول لان المعروض كتير. صح. واخد بالك؟ وممكن مدرب يتنازل عن اختياره للعيبه، ممكن مدرب يتنازل عن حقوقه في اختيار التشكيل و و و في سبيل يبقى متواجد في فريق عشان يقول انا دربت الفريق الاول. فهو يعني قصه كبيره يعني. طيب خليني اسالك برضه قبل ما نخش في النقطه الاساسيه بتاعتنا، ايه الجديد في المقاولين العرب غير طاهر محمد طاهر؟ يعني احنا متعودين دايما في المقاولين اسماء وبسم الله ما شاء الله بيثبتوا نفسهم. تمام. مني صلاح واخيرا طاهر محمد طاهر. اتعمل مشروع السنه دي من المشاريع المهمه جدا وقويه جدا. انا عندي الفرق الكبيره هي 97 ودي 97 هي تعتبر اخر مرحله سنيه في المسابقات. تمام. بعديها تسعة في 98 لغينها، في فرق كتيره لغيت فرق 98 واخدين مميز منه 97 وفي 99 وال 2000 يعتبر دول اكبر مراحل سنيه. تمام. خدنا الفرقه الوسط اللي هي 99 ودي فرقه مميزه عندي في مصر، يمكن يعني بتاخد بطولات على طول. السنه اللي فاتت وصل نهائي قطاعات وطلع تاني مع انبي، يعتبر فريق قوي جدا. وفريق 2000 برضو بالاجهزه بتاعته فريق قوي. وفريق 97 عملنا مشروع سميناه لفرقه 99 من بميزانيه خاصه بيصرف عليهم من معسكرات من ازاي اوصل اللعيب ده لحاله احترافيه عاليه. فكر احترافي جايب لهم مدرسين انجلش بيعلمهم ازاي يتكلم انجلش بحيث هو لو ما لعبش في النادي اللي انا سواقه بره ممكن يفهم المدرب هو عايز ايه. يمكن مدير النادي يفهم عايز ايه. بنشوف الحاله الاجتماعيه بتاعت اللعيبه، دروس خصوصيه. جايبين جهاز فني على مستوى عالي، كابتن مجدي مصطفى هو مدير فني. احتياجات من ملابس من مسؤول مالي من مسؤول من شركه تسويق. حلو. جبنا شركه تسويق بحيث اللي هو يبص على الفرقه دي بحيث هو في خلال سنتين النادي اللي هيحتاجه هناخده والباقي يتسوق بره. في كلتا الاحوال انت كسبان لان انت عندك رؤيه فنيه. ده الجديد السنه دي مع طبعا المسؤولين في النادي عرفوا قيمه هذا القطاع. والسنه دي بقى الحمد لله معسكرات بقى التغذيه ترجع تاني للعيبه خلاص بقى. في تغييرات كبيره جدا في مفهوم كره القدم. فان شاء الله يعني يجنب ثماره هذا المشروع ان شاء الله، وان شاء الله نشوف محمد صلاح ونني تاني في المقاولين العرب. عندي خامات كويسه جدا على فكره. صعدتوا كام لعبه كابتن الفريق الاول؟ كابتن محمد عوده طلب كام واحد؟ خد 3 معايا من فريق 99. تمام. وفي واحد ده الموسم اللي جاي اشتغل مع فتره الغياب بالكامل. وبعدين خدناهم على اساس يكملوا معانا. وفي واحد اوريدي في حارس مرمى منتظم معاهم، في لعيب برضو اسمه ايهاب من 97 معمول له عقد معاهم. وان شاء الله انا في خلال سنتين هيكون معظم او 90% من لعيب المقاولين العرب من ابناء النادي باذن الله، بدل ما نقعد نجيب من بره والباقي اللي مش هنسوقه بره.
فيعني ان شاء الله في مخطط شغالين عليه يعني. طيب عايز اخد رايك في حاجه، السنه اللي فاتت على ما اذكر كابتن طارق العشري تولى فتره، وبعدين كابتن حسن شحاته تولى فتره، بعدين جه واحد من ولاد نادي المقاولون العرب محمد عوده، شايف مين فيهم اللي انقذ النادي؟ محمد عوده. النتائج بتقول النتائج بتقول زي ما اقول على كابتن حسن شحاته السنه اللي فاتت هو اللي انقذ النادي. ما هي النتائج بتقول يا كابتن فايز يعني، مش انا يعني انا كابتن حسن ده يعني بعشقه يعني حبيبي، وطارق العشري ده يعني دربته وانا في منتخب مصر، هو كان لاعب وانا دربته، لكن كابتن حسن السنه اللي فاتت انقذ نادي المقاولون العرب. السنه دي ما كانتش ماشيه معاه يعني، كان في معوقات كتيره عقدت النتائج، رضيت ام لم ترضى، هو محمد عوده هو اللي مسك الفرقه في توقيت صعب وانقذ النادي من 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 كارثه كانت ممكن تحصل يعني. فالنتائج هي اللي بتحكم، عوده هو اللي انقذ النادي السنه دي. طيب وحقه اللي هو يكمل. بمنظورك كده شايف المقاولين هيعمل ايه السنه الجايه، وخصوصا ان السنه دي سامعين ان الفرقه كلها بتستعد كويس؟ اسهل دوري السنه دي. انا اول حد يقول لي الكلام ده. اسمع كلام، اسهل دوري السنه دي اللي هيبتدي ده. اسهل دوري. طب ليه يا كابتن بناء؟ بص، في انديه دلوقتي طموحها اللي هي تبقى متواجده في الدوري الممتاز. تمام. وهت يعني نتكلم على الصراع اللي فوق، بتكلم في ثلاثه، ومع ان مثلا اثنين على اول وثاني او شراسه، والباقي كله بيخش ثالث ورابع، ده بالنسبه له حاجه كبيره قوي. الباقي كله عايز يبقى متواجد، واللي بيهبط بيهبط خلاص. بيهبط تمام. انا بقول لك من خلال فترات الاعداد ومن خلال التعاقدات ومن خلال امكانيات الانديه، الثلاثه اللي طلعوا بنسبه كبيره مش هيبقى ليهم دور السنه دي. ممكن كل شيء وارد، لكن انا متابعتي من متابعتي للبرنامج الاعداد ومن تعاقدات لعيبه ومن امكانيات الانديه ومن الخبرات، صعب. يعني حتى اسوان السنه دي هتبقى السنه اللي فاتت، لا بس هتبقى متواجده، مش هيبقى لها مشكله. اسوان ما حدش السنه اللي فاتت قال في اسوان هتنزل خالص، صح. الا في اخر اسبوعين بدا بس، لكن هي عدت. لكن السنه دي دوري سهل. دوري سهل. طيب خليني برضه اسال سؤال تاني برضه عشان نعرف الساده المشاهدين، لما يتم تصعيد لعيبه، كابتن محمد عوده بيكلمك بيقول لك كابتن علاء مين اللي عندك او ترشح لي مين، ولا انت اللي بتكلم تقول له لا عندي واحد اثنين ثلاثه بص عليهم؟ لا، اصل هنا بقى بتخش الاداره الحته، هنا بقى بتخش حته ايه الاحترام بقى. طبعا عوده من تلامذتي يعني، انا اللي اول ما اشتغل في التدريب خدته معايا في الجهاز، ففي اتصال يا كابتن انا مثلا عايز مثلا النهارده عندي ماتش ودي وما عنديش، اقول له هبعت لك فلان الفلاني. كابتن انا شايف مين عندي كويس مثلا، اقول له لا اصبر شويه انا شهرين هطلع لك فلان الفلان. ففي تنسيق، وانا سعيد جدا اللي بيدور منظومه كره القدم في نادي المقاولون العرب هم ابنائه. دي حاجه ايجابيه جدا طبعا. حاجه ايجابيه جدا اللي بيدور في اللي ماسك القطاع تحت بالكامل انا وفريق الاول محمد عوده. ما هي الدنيا كده، مش هيفضل علي نبيل في المكان ده على طول او عوده في المكان ده، كل واحد بياخد الفتره بتاعته، بس انا سعيد الفتره دي اللي بيتولى مسؤوليه كره القدم في نادي المقاولين العرب هم ابنائه، لان احنا جربنا من بره كتير وبييجوا وبيروحوا، بيبقى يعني بتحز في نفسي يعني. في ولاد المقاولين العرب عنده كفاءات وعنده عندنا امكانيات بامانه يعني. انا لو جيت شفت النادي بالامكانيات، لا نادي بطوله بالملاعب بالمطاعم بالامكانيات اللي موجوده، صح. نادي بطوله، فربنا يوفقه ان شاء الله ونعمل حاجه لنادينا يعني. انا بشتغل للنادي وهو بيشتغل لولاده، صح. فانا يا كابتن طيب خليني برضه افتح معاك ملف تاني، ملف المنتخبات. بما حضرتك رئيس قطاع الناشئين فلازم اكلمك عن المنتخبات الاعمار السنيه. كان عندنا منتخبين الفتره اللي فاتت، واحد جبر بخاطره الحمد لله صعد لبطوله افريقيا منتخب 97 مع كابتن معتمد جمال، والاخر منتخب 2000 وقبليه منتخبات طلعت، منتخب 98 ومنتخب الاولمبي والمنتخب يعني المنتخبات كلها. الفوكس او التركيز كان على الاثنين دول في الفتره الاخيره. لكن مش عايزين ننسى الفتره اللي فاتت. يعني الفتره اللي فاتت معلش خلينا نتكلم، اللي كان فيه منتخبات، وانا يعني من منتخب الاولمبي كان اقوى مفاجاه ليا. يعني منتخب الاولمبي خروجه من التصفيات دي كانت اقوى مفاجاه ليا، لان منتخب الاولمبي لاول مره في تاريخ مصر اللي يروح يلعب منتخب اولمبي في تصفيات 80% من هيكل المنتخب بيلعبوا اساسيين في الدوري الممتاز في مصر في انديتهم ويخرجوا. كان زمان تروح تلعب منتخب اولمبي وتبتدي الانديه تبص لك اللي انت تلعب في الفريق الاول. انت النهارده رحت لعبت تصفيات عندك 80% من الهيكل الاساسي بيلعبوا اساسيين، مش هقول لك متواجدين في ال 18، لا دول اساسيين في الدوري الممتاز.
فازاي انا بالامكانيات دي اقدر اخرج؟ بس هي طبعا ليها تابع كتير بقى، يعني احنا برضو بندفع ثمن ما حدث لكرة القدم او لمصر الفترة اللي فاتت يعني. عشان واقعين، عشان احنا برضو ساعات بنروح دابحين مرة واحدة من غير ما نعرف الاسباب. والناشئين، فرصة حضرتك كلمتني عليها، خروج الناشئين دي برضو منظومة لازم بصلها كويس قوي قوي قوي. احنا ليه بنخرج؟ احنا ليه دايما بنخرج من الاعمار السنية دي؟ لان بقالنا فترة بدأنا نخش يا كابتن فايز في مرحلة التزوير والتسنين. وكان ليك تصحيح كتير يا كابتن علاء على الموضوع ده، التسنين، وانك بتواجه مشاكل كتيرة جدا في موضوع التسنين. تسنين وتزوير وناس بتساعد الأندية على هذا الكلام، وناس مسؤولة في هيئات حكومية بتطلع شهادات ميلاد موثقة مزورة وحاجات غريبة الشكل. وده ملف كبير بجمعه عشان لازم احنا بنشتغل لصالح بلدنا. صح. انا مش عايز بطولة، انا عايز في سن زي اوروبا. انت سمعت عن اوروبا بتاخد بطولة عالم ناشئين ولا شا، بس المنتخب الاولمبي بقى تتفرج على اوروبا اللي مشغلين صح، هو بيجهز. احنا عندنا منتخب يخرج تلاقي المشانق والبتاع وماشي الجهاز وماشي اللعيبة تصلح اللعيبة والحاجات دي كلها. اوروبا ما تفهمهاش، بس بينشئ الناشئ صح في سنه الصح، في تكوينه الصح، في تدريبه الصح. ما انت النهاردة بتجيب واحد مزور بتعامله معاملة الطفل، ما هو لازم هيجي لك مرحله سنيه ويقع. صح. تمام. وبياخد مكان واحد ممكن يبقى في نجم بعد كده. تمام. فطبعا في انديه شغاله الله ينور في موضوع التزوير. طيب. والتسنين. وانا جيت منعت خالص نهائي اي حد عندي في النادي شاكك في عمره اللي هو يلعب. والسنه دي اللي انا كنت شاكك فيه السنه اللي فاتت هلعبه في مرحله سنيه اكبر. يعني بحيث اللي ايه ادي فرصه لواحد سنه يلعب. لكن ده موضوع خطير، لازم اول مهمه لاتحاد كره القدم، وانا كنت مهندس مع مهندس ثاني، منع كل السبل القضاء على هذه الظاهره التي تقتل الكره المصريه. ما حدش حاسس احنا بندفع ثمنها دلوقتي، كله بره، كل المنتخبات بره بسبب هذا الكلام. وربنا نفخ في سوره 97 كان ممكن يحصل حاجه، يعني هو ده المنتخب اللي نفد. بس عشان يبقى في حاجه لازم حاجه حلوه تطلع، مش اول كله تبقى كلها. توقعاتك ايه للمنتخب 97 والتشكيله اللي كابتن معتمد؟ ربنا يوفقك يا كابتن معتمد. طبعا هو طبعا عانى الفتره اللي فاتت التصفيات، مع ان هو برضو انا باخد على هذا المنتخب اللي هو تجمع اطول منتخب قعد حوالي من قبل ما احنا نتعين بسنه منتخب مصر الاول، يعني بقى لهم حوالي 4 سنين 5 سنين شغالين كويس يعني. ف لكن هو طبعا حظه اللي هو بس بيعتمد على اللعيب بيتطور بالنادي بتاعه، بياخده درجه ممتازه. رمضان صبحي مثلا، صح، انا لو منه ما اقدرش افرغ عنك، خلاص هو وضع طبيعي اللي هو خلاص الولد نضج وكبر ما بقاش تبعه. لكن هو المهمه بالنسبه له صعبه، يعني انا بتكلم بكلمك بجد، المهمه قدامه صعبة. انا من خلال رؤيتي للمباريات السن ده في افريقيا كابتن فايز خطير. هم برضو خلي بالك افريقيا برضو عندهم دي انا مش اكتر مننا. وانا بره هحكي لك موقف ظريف سريع كده، كان معايا منتخب الناشئين فكان معايا المرافق، كنا بنلعب في اثيوبيا اريتريا. فالمرافق اللي كان معايا مع الفرقه كان متعلم في مصر، فالفرقه وهي بتسخن في اريتريا هناك واقف معايا المرافق، انا بقى واقف ورا الباب كده بتفرج على الفرقه وهي بتسخن. فالمرافق بيقول لي يا كابتن شايف الاثنين دول؟ لقيت شابين كده واقفين كده. فبقول له مين دول؟ قالوا دول ولاد لاعب بيلعب قدامكم. يا نهار ابيض. منتخب ناشئين مواليد كان مواليد 90، واخد بالك؟ فطبعا الاعمار السنيه في افريقيا بتخلص علينا في بس في تكنولوجيا طالعه جديده كابتن علاء، هي ام ار اي بنسبه قضت بنسبه بسيطه برضه بسيطه. لكن بقى في محاولات، عشان كده افريقيا مستوليه على البطولات في هذه الاعمار. بعد كده بتخيب شويه. اوروبا العكس بقى، اوروبا بتمشي صح وتيجي في الوقت المناسب بتلاقي بقى السن المنتخب الاولمبي بقى والمنتخبات الاولى وبتاع حاجه ثانيه يعني. طيب حضرتك في وسط الكلام ذكرت مهندس هاني ابو ريده وهتفتح معاه موضوع التسنين، وخصوصا برضو احنا خارجين من انتخابات، شايف الاتحاد الجديد ازاي واعضاء الاتحاد الجديد ازاي؟ جدا ماده اعلاميه جميله الفتره اللي جايه. ماده اعلاميه جميله بقى، احنا كنا عايزين نقول هنبتدي صفحه جديده واتحاد جديد. اتفاجئت بحاجه طيب يا كابتن؟ نعم. اتفاجئت باسمين. مين هم طيب؟ اولا مجدي عبد الغني. ما كنتش متوقع اللي هو لان قاعد عشان هو خارج القايمه يعني وكده؟ خارج القايمه، ومجدي اشتغل متاخر حتى انا قلت وانا قاعد ايه مجدي
اشتغل متاخر قوي يعني، ما مره واحده لقيت مجدي هنا وهنا وهنا وهنا. والتاني بس انا واثق كنت بنجاحه بس ما كنتش اتخيل بالرقم اللي هيحصل. خالد لطيف انا كنت واثق ان هو هينجح، بس لقيته خالد لطيف الثالث تقريبا او في الاصوات صح؟ في الاصوات. فده دكتور كرم كردي الاول هو الثاني فدي طبعا انجاز لخالد لطيف لانه كان بيلف لوحده وخارج القايمه. فهم اللي دول كانت، لكن كل اسماء كانت متوقعه ويعني هي طبعا صراع. وبرده المفاجاه خروج اثنين، حماده المصري ووائل جمعه. دول كمجلس تتوقع لهم يحصل لهم مشاكل في البدايه؟ بص هو المجلس عندهم احترافيه عاليه جدا. يعني المهندس هاني ذكي جدا وشاطر ويعني معجون بكره القدم وعنده خبره في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. هي المشكله اللي هو هيقابلها اللي هي في الاتحاد والاستشكال والطعن والحاجات دي كلها ممكن تضايقهم شويه، لكن هم لو سابوهم يشتغلوا لا اقوياء اقوياء ومعاه مجموعه قويه. خلي بالك طيب بخبرتك كده مين ممكن يصفر بلقب النائب؟ صراع ما بين الدكتور كرم كردي الذي انا عرفته اللي هو يعني هو داخل معايا عمل معايا مداخله وقال لك يعني مش هتنازل. هو جابها بصوره اشيك من كده. قال لك الناس تشوف مين اللي عنده انجازات ومين اللي عمل ومين ومين. وطبعا كابتن حازم الهواري، هما الاثنين هو الصراع. كابتن مجدي طيب؟ لا 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 مجدي عاش يقول لاعبين، مجدي عاش يقول لاعبين وخلاص. لكن حته النائب ما بين دكتور كرم كردي او كابتن حازم الهواري، والمهندس هنا يكون له دور حكمه في هذا الموقف تماما لانه حكيم قوي في بيعرف يدير الامور كويس وذكي جدا. عشان كده اقول لك ذكي ذكي جدا اللي هو يطلع بالموضوع ده وبسيط جدا والاتنين بيحبوا بعض وبيبوسوا بعض وبيسلموا على بعض. هو ده المهندس هاني ابو رضا. وخصوصا ان المنصب ده يا كابتن علاء هيبقى مهم جدا عشان كابتن هاني على ما اعتقد انشغاله مع الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي ربما ما يكونش متواجد بكثره في مصر، فالنايب هيبقى منصب مهم جدا. طبعا طبعا طبعا. طيب هكتور كوبر لقى زي ما بنقول كده بيضه ذهب؟ لا انا عكس، انا مستر كوبر اتكلم بصراحه ولا لا؟ صراحه طبعا انا لم يقنعني حتى الان. لم يقنعني حتى الان بالرغم من تأهل أمم أفريقيا، إن هو حتى الآن ما لقيتش ما يمتعني بخبرة مدرب كرة قدم. بيمتعني في إيه؟ مش بنتائج، بأداء بأداء بتكتيك خطط صح بجمل بجمل بحاجات كده أحس إن في مدرب شغال باختيارات. ما دي كل ده بيصب تحت منصب المدير الفني صح. أنا حتى الآن مش قادر أحكم عليه يعني، مش يعني ما لعبناش مدارس افريقيه كبيره. تصنيف ايه مثلا اللي احنا السنغال غانا كوت ديفوار كاميرون؟ تعرف يا كابتن احنا تصنيف رابع في بطوله افريقيا. وانا بقول لك احنا المدارس اللي احنا بنلعب يعني مثلا ماتش غينيا الاخير اي فرقه في الدوري الممتاز تكسب الفرقه دي. اي فرقه في الدوري الممتاز تكسب الفرقه دي. تعادلنا تمام. تأهلنا لأمم أفريقيا، تأهلنا لأمم أفريقيا عن طريق نيجيريا وربك رايد بقى يعني نيجيريا نيجيريا بيجيب الجون الثاني هناك. حمادة طلبة طلع منين مع شالها ده عشان شعب مصر الطيب اللي احنا فعلا نتمنى اللي هو يفرح ويسعدنا يعني نسعده يعني. لكن كفنيا كأنا كمدرب أو أنا حتى الآن ما شفتش تكتيك واحد تشكيل واحد ما عندوش اللي هو ممكن في ظروف مباراه يقدر يقلبها يغيرها تكتيكيا. وبعدين انت النهارده عندك غينيا بتلعب غينيا وعندك مثلا ماتشين مهمين في خلال شهر. انت واخد العدد ده كله ليه؟ نمره واحد، نمره اثنين جايب واحد جديد. انا بقول لك من دلوقتي انا منتخب مصر بنسبه 90% اللي هيلعب مباراه كونغو. انا اقوله لك من دلوقتي، انا اصل عارف فكره ايه وبيفكر. انا كنت اقول لك تتوقع تشكيل بكره ايه؟ طيب واحده واحده. ما انا معرفش، ما هو بقى دي من الحاجات اللي مخلياني برضو قلقان. طب انت النهارده عندك ماتش كونغو وعندك ماتش غانا. ما انت لازم يبقى ليك فرقه اساسيه وبتلعب مع بعض ولا هتيجي بقى يوم الماتش الرئيسي هتتغير. ما ده اللي حصل مع برادلي، قعدنا ها وجينا في الجد ضعنا. ماتش غانا بتاع سته تمام. ماتش جنوب افريقيا اذا ما لعبش فول تيم بكره بنسبه 90% 95% من اللي هيلعبوا الماتش
كونغو. طب الفول تيم بالنسبه لكابتن علاء مين اللي هو بيفكر فيه؟ الشناوي عمر جابر. طيب الشناوي عنده اثنين الاثنين اللي في القلب مش موجودين اللي هو بيعتمد عليهم بنسبه 99%، احمد حجازي ورامي ربيعه. تمام تمام. ولو جهزوا مع النادي هياخدهم يلعبوا على حساب الناس اللي بتلعب دلوقتي. هو كل ده يعني عايز يشوف مين البديل بتاعهم. لكن هو مقتنع تماما باحمد حجازي ورامي ربيعه. ولو جهزوا ولعبوا مع انديتهم هيلعبوا. تمام؟ تمام. وهيلعب في الجنب الشمال محمد عبد الشافي. طب مين قلبين الدفاع؟ اسلام وعلي جبر؟ اسلام جمال وعلي جبر؟ اللي هيلعبوا جنوب افريقيا بكره ما عندوش غيره. ما عندكش غيره. اسلام وعلي جبر. وهم دول وفي ديودار كمان. بس ديودار بقى له فاضي. ما اعتقدش ما اعتقدش. عشان كده بقول لك هو واخد عدد كبير ليه؟ بيجرب. لو خد ديودار ماشي هو بقى عايز يشوف اسلام، ما كان اسلام ما كان صح. قدامك يعني ما جربتوش من زمان ليه اسلام ما كان قدامك ما. تمام. مين الاثنين اللي قدامهم؟ الاثنين اللي قدامهم ابراهيم صلاح والنني. ابراهيم صلاح والنني. احنا مختلفين معاك في اسم طارق حامد لغايه دلوقتي. طارق حامد؟ بص عشان بس يعني احنا حاطين تشكيله وبسمع تشكيله. لا لا تكه صغيره كده. هو كان بيعتمد على حسام غالي والنني. طيب النني موجود موجود. انا ما بتكلمش على ماتش بكره، بتكلم على ماتش كونغو. كونغو تمام. فهو لو عايز بتكلم ان بكره ممكن يلعب بنفس تشكيله الكونغو. ده لازم. تمام لازم او 90% منها. تمام. عنده ابراهيم صلاح هو الساند باي اللي كان لحسام غالي. تمام. بدليل هو برده حتى لما راح سموحه كان بياخده. صح. تمام. فهو النهارده عنده ابراهيم صلاح هو الديفندر اللي هو المدافع اللي بيعتمد عليه بنسبه كبيره. تمام. والنني عنده بصفه اساسيه اكيد. حسام عاشور برضو ايه مشكلته؟ يعني حسام عاشور في المركز ده. حسام عاشور كان ايه مشكلته؟ وحسام باولو ايه مشكلته؟ ده هضمه بعد ما قعدنا في الاستوديوهات نقول يا جماعه حسام عاشور فين؟ حسام باولو حسام سوري حسام باولو فين؟ راجل كل النادي بيروح هداف الدوري، طب فين الراجل ده؟ الراجل ده فين موجود؟ في الاخر خده. تمام؟ لكن هو برضو مش مقتنع بيه يعني. مش مقتنع بحسام عاشور. مش مقتنع بيه. الثلاثة اللي قدامهم ايوه محمد صلاح عبد الله السعيد تريزيجيه. مش رمضان صبحي؟ لا 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 لا. يبقى هنا هو قلب عليه يعني بتصريح كده قال لك هو متعالي ومش متعالي بعد ما ضاع ضربة الجزاء؟ ومتعالي طب انت شفته لكن هو لكن هو لكن هو ما بين تريزيجيه ورمضان صبحي. طب بما انك اتكلمت على الاثنين دول رمضان صبحي شفته ازاي؟ وهل فعلا بقى في سن التعالي وانت عارف يا كابتن علاء سن التعالي دي ممكن تعمل ايه؟ وايه رايك في حركه تريزيجيه؟ ساب اندرلخت وكان معروض عليه اول الدوري البلجيكي وراح قال لك هلعب لا في موسكورن اللي هو مركز ال 14. رايك ايه في الحركه دي؟ لا ما هو مش من اندرلخت ليه؟ هل بمزاج؟ عشان مش بيلعب. ايوه ما هي دي النقطه. عشان كده هو اداله 90 دقيقه الماتش اللي فات. هو عايز يجهزه. فعشان كده قلت لك تريزيجيه نمره واحد. هو لو ما كانش عايزه كان لعبه شوط ورمضان صبح ربع صبح شوط. تمام. لكن هو اداله 90 دقيقة عشان يجهزه. صح. تمام؟ فعشان كده ببقى دقيق جدا في الكلام اللي بقوله. رمضان صبحي برضو خلي بالك مش هيلعب بالنسبة اللي هي كان بيلعب بيها في النادي الأهلي اللي هي بيلعب بصفة مستمرة مش هي لسه هياخد وقت. هياخد وقت لغاية لما يبقى ستاندنج في فرقته. تمام؟ لكن هو في وجهة نظر مستر كوبر إن هو تريزيجيه بالنسبة له حاليا على الاقل 60% رمضان صبحي 40% الا اذا بقى في الفتره التدريبيه دي او التجمعات دي رمضان فرق. لكن هي بينهم هما الاثنين مش حد ثالث. طب وانت شفته ازاي في ماتش غينيا يا كابتن؟ لا ماتش غينيا اصله ضربه جزاء ضيعها ماتش مغري لاي حد. يعني واحد حس بقى قدام دي فرقه عاديه جدا ينزل يعني يحطها بالرجليه او يحطها من وراه او هو ما خلي بالك برضه انت بتتكلم في لعيب عنده 17 سنه يا جماعه ما انتوا الناس لازم تعقل بتتكلم في عقليه 17 سنه لازم برضه عنده حته كده مش هساويه مثلا بحسام غالي ولا عبد الله سعيد الناس الكبيره في الملعب هو برضه نازل لسه صغير عايز يحطها من وراه لكن هو الولد امكانياته عاليه امكانيات لعيب كوره هي بقى هنا دور المدرب ما مش معقوله بقى واحد يغلط اروح مجازين طب تعالى بره يا روح لا ليك دور انت صح دي بقى كابتن جوهري كنت لسه اقول لك كابتن جوهري كان بيكسر الحته دي عند اللعيبه دي كابتن جوهري سمعتها كتير جدا من اللعيبه كتير جدا بص يا كابتن دي كابتن جوهري يجيب اللعيب لعيب حس اللي فيه حاجه يقعد معاه
حصل مع ميدو لما فاكر حصل مع ميدو حصل مع ابراهيم سعيد وحصل مع حسام حسن مش بتعالى مواقف. انا اقول لك موقف حسام حسن مسافرين بوركينا فاسو في الطياره ومعمول له استفتاء من احد الصحفيين اللي موجودين معانا على نفس الطياره معمول له استفتاء اللي هو يبطل. وطبعا بقى كنا ساعتها المركز ال 13 ومش عارف ايه وكده اتعمل استفتاء حسام حسن يبطل فيه. انا ماسك المجله بقراها وعمال اقرا طبعا مشحون وقتها حسام واقف ورايا بيقرا معايا قال لي وريني دي رحت اقفلها جريت على الكابتن جوهري جاي قلت له يا كابتن الحق في كارثه ومصاحبي قاعد جنبينا فخفت فرجع الكابتن جوهري قاعد جنبه على نفس الكرسي بتاع الطياره وكان درسا ليحصل حسام حسن على كل ما اخذه من الالقاب في هذه البطوله من هداف البطوله من 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 بطوله خدناها من عوده حسام حسن الى النجم تمام هو ده المدير الفني. فانت النهارده عندك قيمه زي رمضان صبحي لكن لازم يبقى ليك دور نفسي انت تقعد مع الولد ده تخليه لان الولد عنده امكانياته صغير ويديك زي ما انت عايز فاذا ما عملتش كده يبقى انا ما مش كويس. طيب خط الهجوم باسم مرسي نمره واحد على الساحه دلوقتي باسم مرسي مش كوكا؟ لا باسم مرسي. كده احنا اختلفنا معاك في ثلاث اسماء ابراهيم صلاح وتريزيجيه وباسم انا بتكلم على التشكيل النهائي اللي هيلعب مباراه الكونغو ما هو لازم يلعب بيه بكره طيب يعني ده اخر اخر موقف كوكا يبقى نمره اثنين كوكا نمره اثنين لان حسام باولو قدام حسام اسمه ده باسم مرسي قدام الراجل في الدوري المصري كله وفي الاخر بامانه باسم فرق في ادائه في ادائه فرق مع نادي في عكس الفتره كانت تسبقه على طول يعني لكن على فكره عندنا مشكله في هذا المكان في مصر الهجوم عندنا مشكله كنت اقول لك مروان محسن لو خف مروان محسن هياخد وقت في اعاده نجوميته اللي كان فيها في الاسماعيلي مع النادي الاهلي هو رهب الموقف رهب الموقف ومش بانت قوي في اول مباراه لعبها مروان محسن وانا كنت ساعتها في احد الاستديوهات في مباراه سموحه كان ممكن في كره واحده يرجع يعني مش يرجع يخش وحاطط رجلين الاثنين في فريق النادي الاهلي لما كان راح انفراد كان انفراد وراح متعطل واقف كده عشان يلعبها بالعرض كان هو ممكن يلم ويحطها صح تمام ودي عملها كتير مع الاسماعيلي انا فاكرها فاكر الكوره دي عطلته كتير فمعرفش هل توقيت لعبه كان غلط هل هو ما كانش مهيئ نفسيا لهذه المباراه هل هي كانت فنيه صغيره بس كده بس ناخد بالي منها هي الحته دي هتعطل مروان مصر طب الاصابه اللي عنده دي اصابه نفسيه ولا اصابه طبيعيه اللي هي الالتهابات ومش عايزه تخلص ومش عارف يتعالج منها كان مكان في الاسماعيلي كويس وماشي كويس ما كانش حد قال التهابات في الاسماعيلي عنده التهابات في الحول في جزء ممكن التهابات بس بتعدي يعني مش بس طول فيها كابتن ما هي تطولة سياسية بقى تطولة سياسية شوية يعني لكن طبعا عندنا في على مستوى رؤوس الحرب اللي في مصر بصراحة السنة دي حسام باولو فرض نفسه على الساحة وانا في اعتقادي احمد رؤوف من اللعيبة كويسة قوي في رؤوس الحرب اللي كان لهم دور ايجابي جدا مع فرقهم لكن برضو الراجل مصمم على مثلا عشان كده بقول لك الراجل ايه ما بيحبش يسيب بسهولة يعني عنده عمرو جمال برضو يعني ما زال بس عمرو بعيد يعني مشكلة الهداف بس هو مقتنع بيه واخده معاه تمام لكن لما تيجي تقول الـ 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 من افرزه الدوري المصري لا اقول لك افرزه في الاخر باسم مرسي وحسام باولو نمره واحد واحمد رؤوف هم ثلاثة السوبر لرؤوس الحربة في الموسم الرياضي السنة دي بس لو جيت بصيت على اعمارهم يا كابتن وانت داخل افريقيا وتصفيات وسرعة وقوة يعني حسام كبير واحمد رؤوف كبير طب واخد عصام الحضري ليه؟ خبرة افريقيا في عصام الحضري واخد عصام وحسام غالي ليه؟ احمد فتحي واخده ليه؟ عبد الله سعيد ليه؟ طب استدعاء عصام الحضري صح ولا غلط؟ في واحد عمال يمليك على فكره وانت لا لا يعني مش كل حاجه بس في حاجات معينه انت بتنكشني يعني استدعائه صح ولا غلط؟ الذبذبه اللي حصلت لشيف في جرام الفتره الاخيره خلت الراجل يستدعي لان احنا عندنا عجز في الحته دي وفي الحته المساكين اللي قدامه. في مصر عندنا صح. عجز كبير في سردباكات مصر. بعد اعتزال وائل جمعه ده كان اخر
اللعيبه اللي ممكن تعتمد او يديك ثقه كمشاهد او متفرج اللي انت تعتمد على السرد باك قوي. المكان ده عمل ناس كتير، وائل الجمعه، ابزار السقا، كمونه، كان في عتاوله مش عايز انسى اسماء عشان محدش يزعل. هاني رمزي لعب فيه، ابراهيم سعيد لعب فيه، مدحت عبد الهادي وبشير مدحت يعني لعيبه، شمياه كان لعيبه عملت مار همام. مار همام ده اسطوره في المكان ده تمام. فالنهارده وائل الجمعه بامانه ما حدش قادر يحصله، لان انا بقول وائل الجمعه لان كان اخر واحد صح. مين بيحصل وائل الجمعه النهارده؟ ما فيش. فعندنا عجز. فالراجل لما موضوع اكرامي وشريف والهزه اللي حصلت، فقال لك لا الحق بقى بلا سن كبير، مع ان برضه تبقى تبع الاهواء، لان ممكن لو في مدرب تاني خدش عصام كانت الحرب قامت. لكن هي الامور مهيئه تماما للراجل بيبقى عشان خد عصام الحضر، ومفيش. قالوا له يا سلام ده انت راجل عبقري، لكن لو واحد تاني خد عصام الدنيا تقوم وتقعد. ولو مصري، لو مصري خد عصام الحضري هيحصل فيه مشاكل، الدنيا قامت وقعدت. هيحصل فيه مقارنات يا كابتن؟ ايوه. ليه ما تمش خدتوش قبل كده؟ خدناه وتهاجمنا وازاي ومش ازاي والحاجات دي كلها تمام. وفي الاخر استدعيناه برضه في مباراه تونس عن اقتناع كامل ان عصام الحضري قادر له يحرس مرمى منتخب مصر. لكن لما الراجل الاجنبي جابه، ده راجل عبقري وبيفكر والحاجات دي. طب خليني بقى اخدك اسئله سريعه جدا. السنه اللي جايه غير الاهلي والزمالك، مين تتوقع ان هو يتالق كفرق غير اهلي وزمالك؟ كل سنه بيطلع لك فرقه. كل سنه بيطلع لك فرقه. السنه اللي فاتت كان المقص، السنه دي المصري. لا بتكلم على السنه اللي فاتت. السنه دي المصري، اللي قبلها ينبي. السنه دي المصري، سنه كده الله اعلم. ما تبانش. هو ده عشان بقول لك ده الحصان الاسود بتاع هو المركز الثالث، الحصان الاسود للدوري الممتاز. فكل سنه بيبقى في فرقه كده اهو. افضل مدرب محلي من وجهه نظرك مصري؟ مصري؟ ممكن تاخدها بقى بالخبره، بالسن، بمركز حققه، بمستوى بيقدمه، بفكر. انا في تقديري كنتائج ما اقدرش اقول حسام حسن هو اللي عمل نتيجه كويسه السنه دي كمدرب مصري، وخد مركز ثالث، مركز رابع. تمام. لكن انا عاجبني جدا عماد النحاس، على قد الامكانيات اللي موجوده قدر اللي هو يعني، اصل انا عارف امكانياته الضعيفه دي لاي مدرب بتبقى اعاقه كبيره جدا. انا في تقديري عماد النحاس يعتبر من المدربين المصريين الكويسين اللي اتوقع لهم بمستقبل كويس، يعني مدربين المصريين كويسين. طيب اللعيبه المحترفه معظمهم صغيرين، وعايز برضه اعرف فكر حضرتك فيهم. محمد صلاح هيفضل في روما ولا ينتقل برضه انديه اكبر؟ محمد صلاح هي وجهه مصر الاحترافيه بامانه. هي وجهه مصر الاحترافيه، اللعيب اللي انت ممكن تحطه في اي فرقه يؤدي. تتوقع يعني يروح حته ثانيه احسن؟ متوقع. متوقع، لان هو الولد الستايل بتاعه عنده سرعه، خفيف، عنده مهاره، عارف يعني ايه احتراف، ملتزم بالحياه الاحترافيه. في لعيبه ممكن تروح كويسه جدا لكن الحياه الاحترافيه ما داروش عليها، تهبله. لا ده حياه قاسيه، قاسيه الحياه الاحترافيه دي، قاسيه صح. الصبحيه في النادي وتمرين وغربه لا احترافيه. في ناس ما تقدرش تستحملها. يعني في ناس ممكن تطلع ما تقدرش تستحمل يوم، ويفتكر بقى الحاجه بتقول له كل يا ابني مش عارف ايه واعمل ايه، ما تقدرش تكمل. لكن في ناس الاحتراف ده احتراف، حياه قاسيه جدا، ولم يستطيع احد اللي هو يستحملها الا القوي. تمام. طيب والنني طبعا لكن وصل لارسنال، بس الكلام ده ان في تدعيمات في ارسنال، فنين احتمال يقعد احتياطي شويه. ممكن تتوقع ممكن ايه؟ ممكن برضو النني. لو ادينا محمد صلاح مثلا سي 8 من 10، ندي النني مثلا 5.5 6. صلاح فرق عن النني في الحته دي. بحكم مركزه، بحكم امكانياته، واخد بالك؟ لكن ما نقدرش نقول نخسف حق النني، لكن هو هيكمل يعني. طيب رمضان هياخد وقت. هياخد وقت. مين عندنا تاني؟ تريزيجيه. ما انت قلنا في اول حلقه اللي هو ما لو اثبت نفسه، هل هيكمل ولا ممكن يروح دوري تاني او
ستايله بشخصيته وستايله. ستايله وشخصيته مش هيبقى بالسوبر زي صلاح ونيمار. ممكن تديله 5-4 لكن مش كفرق عالي قوي لا. طيب واحد محبوب جدا من الاهلاويه والزملكاويه وكل مصر، عمر جابر. عمر جابر؟ اه عمر جابر ده انسان جميل بحبه جدا، محبوب بصراحه يعني. عمر جابر السنه دي تفرق معاه قوي. لو عمل موسم كويس هينطلق. لو عمل موسم كويس هينطلق، لان هو البوزيشن بتاعه باك يمين. تمام؟ برضو عندنا يعني حته اللي هو ايه، عشان تلعب باك يمين وتبقى سوبر قوي بالسهله في اوروبا. صح. في اوروبا، لكن كمكان محمد صلاح لا ممكن تظهر فيه كويس، لان كل ما بتقرب من الجون يعني عندنا كل ما بتقرب من الجون ثلاث خشبات كل ما الاسم يتردد وبتبقى صح. تمام، وكل ما بتبعد عن ثلاث خشبات وخلاص دي سنة الحياه يعني. طيب تعليقك ايه وقلت بقى باك يمين على عوده احمد المحمدي بعد مش عارف انا مش عارف ليه يعني المركز ده فيه كتير. انا عشان كده بقول لك انا مش عارف ليه وبامانه ربنا يعني ان احمد المحمدي لم يعطي لمصر في 5 سنوات اي شيء على مستوى الدولي يعني بقاله فتره. بس مستواه ثابت بره يا كابتن علاء يعني. ما هي دي علامه استفهام، ما دي علامه استفهام كبيره. طب انت بره كويس وبنجيبك والبلد معتمده عليك والمدرب معتمد عليك، طب انت فين في المباريات الرسميه بتاعت منتخب مصر؟ انت فين؟ ما انت عندك عمر جابر وعندك احمد فتحي وعندك تمام. ف انا اعتقدش ان هو يبقى يعني ليه دور في انت هو الراجل، عشان كده بقول لك ايه، خد عدد كبير في توقيت، ركز في 22 لعيب و21 لعيب كمل بيهم بعد الماتشين الاولين، هم دول 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 المفترق بتاعك المباراتين الاولين. كنت اسالك سيناريو المجموعه شايفها ازاي؟ اوغندا غانا، الناس تقول لك احنا نكسب غانا هنا ونخسر هناك بس نكون ضامنين قبل ما نروح. عشان تكسب ده الشارع المصري، عشان توصل كاس عالم جميع المباريات بتاعتك اللي على ملعبك تكسبها. تمام، وما تتغلبش بره الا ماتش واحد كده. نفس الناس كلها بتقول كده. تمام، ده عشان توصل كاس عالم. فانت النهارده عندك مباراتين، واحد في شهر 10 وواحد في شهر ايه 11. اولا من هنا اهو لازم عشان تلعب اول مباراه في شهر 10 لابد من انك انت تلعب على الاقل من 5 ل6 اسابيع في الدوري العام. عشان اللعيبه بتاعتك تبقى رجليها في الملعب. صح. ما يحصلش الخطا الكبير اللي احنا وقعنا فيه ايام بطوله افريقيا مع كابتن شوقي غريب، اللي احنا لعبنا اول مباريات، لعبنا ال6 مباريات في 70 يوم. في 70 يوم ظلمته في دي عمرها ما حصلت. صح. تمام، انت النهارده عندك ماتشين 57 يوم بالظبط انا فاكر، 57 يوم 57 يوم بالظبط. لعبت البطوله كلها في 57 يوم، انت خدت لعيبه من فترات اعداد. صح. فما اتظلمت. تمام، فاحنا مش عايزين نقول اتظلمنا، عايزين نقول عايزين نوصل. كلنا كمصريين عندنا امل ان احنا نروح، عايزين نروح كاس عالم. فانت عندك ماتشين، نركز على اللعيبه اللي انت هتلعب عليهم في ماتش 10 و11، بعد كده عندك سنه عقبال ما تخش في المباراه الثالثه. صح. هات بقى فلان وهات فلان وعلان وزيد والكلام ده كله. فانا ضد لو كان ياخد عدد كبير ده في التوقيت ده. تتوقع ايه الكوكا؟ يكمل في الدوري البرتغالي ولا ينتقل، خصوصا ان هو لا ماشي كويس. هتدفع فرقته. لا لا ماشي كويس، ومن اللعيبه المحترمين جدا ولعيب اخلاقه تسمح اللي هو يكمل في الاحتراف يعني. طب مين يستحق ان هو ينتقل لاحد الدوريات الاوروبيه في الدوري المصري؟ شايفه عنده الامكانيات وسنه ويسمح ان هو يطلع بره؟ اكيد اكيد ليك عين. عشان ما ابقاش متناقض وكلامي ماشي، عندنا عجز شويه في نجوميات اللعيبه او مهارات اللعيبه. عندنا الدروب اللي حصل في الكره المصريه والدوري من غير جمهور والدوري اللي اتلغى و و و بندفع ثمنه دلوقتي. ما عندناش اللعيب اللي انت تقدر تقول هو ده السوبر اللي ممكن يطلع بره لو جينا قسناها بالامكانيات الفرديه او الامكانيات المهريه، عندك 2 في مصر، مصطفى فتحي وايمن حفني. لكن على المستوى الاحترافي القوه الجسمانيه الليفل نفسه اللي هيلعب فيه مشكله، لكن لعيبه مهاريه لعيبه مهاريه. لكن على المستوى الدولي او مستوى الاحتراف علامه استفهام، لكن انا يعني هم دول الاثنين اللي لكن الدوري المصري عشان تقول ده ب 6 مليون و7 مليون و8 مليون انا بسمع ارقام غريبه الشكل بجد يعني. 10 مليون و10 مليون يعني 80% و90% من اللعيبه المصريه
متشابهين. طب عايزك تجاوبني على سؤال صفحتنا على الفيسبوك، ومين الاقدر ان هو يحمل شرط القياده في منتخب مصر؟ وشرط القياده بتفرق نفسيا ومعنويا مع الكابتن ومع اللعيبه اللي حواليه. انا في تقديري لو عبد الله سعيد اساسي هو اللي يستحقه. يستحقها. هو اللي هو اللي هو قادر اللي هو يبقى قيادي جوه الملعب. لان كل اللي موجودين صغيرين يعني. عبد الله السعيد على اعتقد اللي هو سنه والكاركتر بتاعه الشخصيه بتاعته يسمح اللي هو يبقى قيادي منتخب مصر. وليد سليمان انا قلت لك اساسي. اساسي. كابتن الفرقه يا جماعه اذا ما كانش اساسي لا وجود له. لازم ابقى متواجد جوه الملعب قيادي بيقود ال 11 لعيب في الملعب. وليد بمعنى كلام حضرتك ورقه رابحه ينزل بيه في شوط تاني. لا يبتدي بيه في الشوط الاول يبتدي بيه يبتدي بيه يفرهد اللعيبه كده عشان يبقى كفن يعني. لا وليد انا من اللعيبه طبعا اللي بعتز بيها جدا وبحترمها، لكن هو عنده محمد صلاح عبد الله السعيد تريزيجيه. خلونا نروح نشوف راي مشاهدينا الكرام، موافق مع كابتن علاء ولا لا؟ أول تعليق معانا من بسام بيسو بيقول عصام الحضري أو أحمد فتحي. اللي بعده معانا أحمد تركي بيقول كابتن عصام الحضري أو محمد صلاح. عمر حسن الحضري لو غاب، أحمد فتحي لو غاب، حسام باولو لو غاب، محمد صلاح لو غاب، عبد الله السعيد. محمد زكريا الافضل هو الكابتن عصام الحضري ويا ريت يكون هو الحارس الاول. احمد عادل بيتفق مع الكابتن علاء الكابتن عبد الله السعيد. ديما ابراهيم بيقول الحضري بس حسام غالي هيرجع. نداء او نداء علي بتقول سعيد. جيمي بيقول اقدم واحد طبعا وهو عصام، ده في حال ان احنا بنتكلم لعيب اساسي. علي عثمان عبد الله السعيد. بس باسم جمال الحضري. لا صعب اسمع، لا اسلام تقريبا ميمو بيقول السعيد. رضا فوزي عصام الحضري. انتخابات داخل انتخابات يعني هي ما بين خلاص. موحى امي بيقول اكيد اكيد فتحي وبعدين المحمدي وبعدين عبد الله السعيد وحجازي. لا حجازي بعيده شويه. يعني الاصوات كلها واراء مشاهدينا كابتن. انا اختلف بس حاجه واحده اللي هو ايه، اللعيب الكابتن بيبقى دوره مهم جدا جوه الملعب. لما يبقى كابتن جوه الملعب وبيقود فرقه وليه دور مهم جدا فنيا والمدرب يعتمد عليه بتفرق جدا في القياده. لكن كابتن وقاعد على الدكه بره بتفقد الـ 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 القياده او الكابتنه في الملعب. كابتن علاء نورتني. شكرا كابتن، سعيد ان انا اتعرفت بحضرتك ونورتني النهارده في حلقتنا في اكسترا تايم، واكون اتمنى اكون ان انا ما اثقلتش عليك. يا حبيبي انت يا مذيع جميل واول مره اجي معاك يا رب ما تكونش الاخيره. لا يا رب ان شاء الله ان شاء الله وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا كابتن علاء بصحه وسلامه. وصلنا مشاهدينا الكرام مع كابتن علاء نبيل لنهايه حلقتنا النهارده من اكسترا تايم، واللي كان فيها تصريحات جريئه وقويه، ودي طبعا كلها اراء كابتن علاء الشخصيه واللي تحترم واللي من المفترض انها تفيد كره القدم المصريه. اشكركم شكرا جزيلا، واستنونا بكره باذن الله في نفس الميعاد وبالتاكيد اخبار جديده في اكسترا تايم.